السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا نصور لكم الشقة في منطقة غوركينار. قريبة من الساحل، ساحل غوركينار. هذا من الخارج في هذه العمارة، ثلاثة غرف صالة، 140 متر مربع. طبعا لها مواقف خاصة. هذا مدخل المواقف، هذا بوابة الدخول. ما شاء الله تبارك الله. هذه منطقة قريبة من الساحل في منطقة بيليك دوزو غوركينار. أول ما نخش هنا للتلفون، 140 متر مربع، ثلاثة غرف وصالة. هذه دورة المياه الله يكرمكم، موصل لها الغاز الطبيعي، البلكونة خاصة، هذه المطبخ مركب فيها جميع الدواليب. ندخل الصالون، ما شاء الله واسعة وكبيرة. هذه الغرفة الأولى، هذه غرفة النوم الرئيسية، هذه دورة المياه جاهزة، هذه الغرفة الثالثة.